117 سنة تاريخ مبادئ التطوير، والحاضر والمستقبل عندنا حدث مهم جدا، مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب الدور نصف النهائي سيمي فاينال دوري أبطال إفريقيا، أعظم البطولات وأهم البطولات الإفريقية الأميرة السمراء كما يطلق عليها من كل السفراء في الاتحاد الإفريقي ونجوم القارة الإفريقية في الفترة الأخيرة. دوري الأبطال البطولة التي تعشق الأهلي ويعشقها جمهور النادي الأهلي. الأهلي على أعتاب حدث تاريخي بإذن الله، التأهل يوم الجمعة يضمن للأهلي رقم قياسي كبير جدا بالوصول للنهائي التاريخي للمرة الخامسة وللعام الخامس على التوالي. لم ينجح أي نادي على مستوى العالم الوصول لنهائي قاري خمس سنوات متتالية سوى ريال مدريد في الستينات، وبالتالي في الألفية الجديدة وفي العصر الجديد إذا نجح الأهلي بإذن الله في تحقيق هذا الرقم القياسي هيكون رقم فريد من نوعه. ولكن الأرقام شيء والواقع شيء تاني خالص، لسه المباراة لم تحسم، لسه المباراة 90 دقيقة محتاجة تركيز شديد، لسه المباراة محتاجة شغل كبير جدا، مش في الملعب بس، في الملعب وبره الملعب. 50,000 مشجع، أنا من النهاردة لغاية يوم المباراة 50,000 مشجع، مش هقول 50,000 مشاهد، 50,000 مشجع رايحين الملعب، هيقعدوا مش هيقعدوا، هيقفوا يساندوا ويأزروا ويشجعوا النادي الأهلي من أول دقيقة. وخدوا بالكم يا جماعة، الماتش الساعة 10 بتوقيت القاهرة، امبارح أنا شرحت الموضوع ده لكل السادة المشاهدين، لغاية لما النادي الأهلي بالليل بالفعل من خلال الحساب الرسمي والصفحة الرسمية على الفيسبوك نزل البرومو الخاص بتوقيت المباراة 10 مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، خاصة بعد تغيير إن شاء الله الساعة مساء يعني أو صباح يوم الجمعة بإذن الله في منتصف الليل. الساعة بدل ما تبقى 12 هتخليها 1، فبالتالي المباراة يوم الجمعة بدل ما تبقى 9 هتبقى 10، لأن المباراة هتكون الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش. شايفين الجمهور اللي قدامكم ده؟ إن شاء الله بإذن الله نشوف الشكل ده والحضور الكبير ده، واستاد القاهرة يمتلئ باللون الأحمر والجماهير تكون موجودة عشان تشجع الأهلي من الدقيقة الأولى. محدش يضيع وقت قبل المباراة ويقف ويساند ويشجع، مفيش حد في الملعب. صوتك مطلوب في 90 دقيقة داخل الملعب. مؤازرتك وتشجيعك وهتافاتك هتكون هي صاحبة التأثير الكبير على الفريق المنافس بإذن الله في استاد القاهرة. طيب، المباراة فيها تفاصيل كتيرة والمباراة فيها أحداث مهمة ممكن نتكلم عليها. احنا متعادلين سلبيا في مازيمبي، فأي مكسب للأهلي التأهل بإذن الله للمباراة النهائية. ولكن النهاردة